السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طبعا، تخيل انت عندك نظام او جهاز ماك بوك برو، اي ماك، وعندك ويندوز. تخيل هذا الجهاز الماك بوك اخترب، استعطل، صار مشكله في النظام، ما تعرف كيف تحدث الجهاز، اوكي، ما تعرف كيف تثبت النظام، ما تعرف كيف تصلحه. الحل يا شباب، اذا عندك نظام كمبيوتر بنظام ويندوز، راح بشرح لك في هذا الفيديو كيف تحرق نظام ماك على الفلاشة، وبعدين كيف نحطه في الماك ونثبت وندخل نقلع على الفلاش ونثبت النظام الجديد، وحتى تحل مشكلة الماك الخاص بك وتحل مشاكل الماك ويعود الماك يكون يشتغل بدون مشاكل. أوكي يا شباب، في هذا الفيديو بشرح لك كل التفاصيل كيف تحرق نظام الماك على الفلاش باستخدام ويندوز بطريقة بسيطة وشرح مفصل وكيف تقلع. وبس يا شباب نروح للشرح. اوكي يا شباب، رجعت لكم. طبعا هذا الفيديو اكثر اكتمالا وبتفاصيل كاملة لحرق النظام ماك او اس على الفلاش وطريقة الاقلاع وتثبيتها على جهاز الماك او الماك بوك. اوكي، طبعا راح بشرح لك كل التفاصيل والاخطاء اللي انا واجهتها. اوكي، طبعا يا شباب، اول شيء يا شباب ادخل الديسكريبشن، روح لهذا الموقع، رابط في الديسكريبشن، واضغط على هذا الزر مباشرة، راح ينقلك الى صفحة ثانية بتحصل جميع الاصدارات جاهزة للتحميل برابط مباشر بصيغة DMG وايضا ISO. اللي يهمنا اللي اشرحها في هذا الفيديو هو بصيغة DMG. اوكي، فلازم يا شباب اتحمل النسخة المتوافقة مع الجهاز الماك الخاص بك. يعني اذا تحملت نسخة من هني، اوكي، فتريد تقلع من الجهاز فما ظهر لك، يعني انت حملت نسخة الخاطئة. كيف تحمل النسخة المناسبة والمتوافقة لجهاز الماك بوك حتى تحرقه على الفلاش؟ اوكي، لا دائما شوفوا، مثلا انا اصداري شير 11، صح؟ اوكي، فلازم احمل نفس النسخة او احدث. دائما لا ترجع للخلف، يعني مثلا الحين انت 10، لا ترجع للخلف، دائما الى الامام. اوكي، مثلا انت 10، حمل 10 نفس النسخة او 14 او 13. فانا حملت اصداري هذا الاصداري يعني 10، فراح احمل 13 او 14. انا حملت هذا النسخة 14 اللي هو قبل الأخير، الأخير هو 15، فدائما حمل قبل الأخير. 15 مش موجود فحمل قبل الأخير، فأنا حملت هذا هو 14، هذا سوناما، أوكي، 14 DMG، اضغط عليها ومباشرة راح يتحمل. حاول انك تحمل عن طريق IDM حتى يحمل بشكل سريع، لان حجم الملف كبير جدا. بعد التحميل بتحصل على هذا الشكل، مثل ما تشوفون DMG. لو تفتح بروبايتس بتحصل حجم الملف تقريبا 14 جيجا بصيغة DMG، لاحظوا. اوكي، الحين كيف تثبت؟ ادخل الديسكريبشن واحمل هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج مجاني لمدة 14 يوم، فتقدر تحمل تفعل عن طريق المواقع مجانية. اوكي، بعد ما تحمل التطبيق ما يحتاج انك تفعل البرنامج، تقدر تستخدمه بشكل مجاني 14 يوم. تضغط كليك يمين، تضغط على Run Administer، تشغيل كمسؤول، مباشرة راح يفتح لك بهذا الشكل. اوكي، لا تسوي شيء. اوكي، الحين لو تفتح ماي كمبيوتر، اوكي، توصل الفلاش،
اوكي نفس ما تشوفون حجم الفلاش 60 جيجا، لان حجم النظام كبير جدا، فانا اخترت فلاش 60 جيجا. نفس ما تشوفون هذا هو الفلاش الخاص بي. اوكي الحين قبل ما تسوي اي شيء، افتح طبعا اغلق هذا البرنامج لانه ما ظهر الفلاش هنا، فراح اغلقه. فقبل كل شيء افتح يعني في البحث اكتب CMD، بيعطيك هنا مثل ما تشوفون هذا الخيار، واضغط على Run Administrator تشغيل كمسؤول. هذا هو موج الأوامر. الحين لازم تسوي بعض لازم تحول ال MBR الفلاش من MBR إلى GPT. أوكي كيف تحول؟ الطريقة جدا سهل، ادخل الديسكريبشن راح بتحصل هذا الأكواد. الكود الأول تحط تنسخه وتضغط على انتر، تأخذ الكود الثاني تضغط على انتر، اوكي تأخذ الكود الثالث اوكي تحطه هني. لازم هني لازم تعرف الفلاش المالي 60 جيجا، لازم تختار رقم الديسك الخاص بك، رقم الفلاش. هني عندك 3 1 2 3 هارد ديسك، هذا 1 2 للهارد ديسك الكمبيوتر، اما الثالث هو الفلاش. دائما الفلاش اخر شيء، تاكد من حجم الفلاش حتى تعرف ان الفلاش الصحيح او الديسك الصحيح اللي راح تسوي تحوله الى جي بي الى جي بي تي. اوكي بعد ما تختار رقم الفلاش، يعني بدال 3 حط على حسب الرقم اللي موجود على الفلاش هني الخاص بك. انا رقم 3 راح احط رقم 3 واضغط على انتر. بعد ما احط الحين كل ما عليك انك تنسخ الامر الموالي او التالي، اضغط على انتر. اوكي روح اضغط خذ الامر الاخير نفس ما تشوفون، حطه هني. بعد ما تنسخ الحين احطه هني. اوكي نسخنا، ننسخ مرة ثانية. اوكي الامر الاخير واضغط على انتر. خلاص بهذه الطريقة تم، يقول لك هني تم التحويل الى جي بي تي. نفس ما تشوف الحين الميموري او الفلاش جاهزة. اوكي الخطوة التالية شو تسوي؟ ايضا تفتح اي دي ام ران ادمنستار، وتاخذ الامر الاوامر هذه الاوامر. اوكي تضغط على انتر. اوكي تاخذ الامر الثاني تحطه وتضغط على انتر. اوكي هني راح بنسوي تنظيف للفلاش او فورمات للفلاش حتى يناسب تثبيت الماك مباشره، في حتى قادر على يقدر يحرق النظام على الفلاش. اوكي ناخذ الكود الموالي بهذه الطريقه نحطه هني، ونكتب نفس الرقم الفلاش 3 واضغط على انتر. ناخذ الكود الثاني او الامر الثاني نضغط على انتر. اوكي هني نفس ما تشوفون تحويل جي بي ار، نضغط هني ونضغط على انتر. لازم يعطيك لي التفاصيل. نفس الشيء يا شباب، اذا واجهت مشكله يعني انت لازم تحل مشاكل بجهازك. اوكي نروح للامر التالي نضغط على انتر. اوكي الحين في الاخير اكزت، خلاص تم تجهيز الفلاش، والحين الفلاش قادره لتثبيت الماك او اس او حرق ماك او اس. الحين لو نفتح ماي كمبيوتر بتحصل الفلاش بهذا الشكل، لو تضغط عليها بيطلب فورمات. لا تضغط فورمات، خليه مثل ما هو، يعني الحين جاهزه لتثبيت الماك او اس. اوكي الحين في الخطوه التاليه، الحين افتح هذا البرنامج كليك يمين اضغط على ران ادمنستر، بتحصل الفلاش الخاص بك. نفس ما تشوفون جي بتحصله بشكل اسم الخاص بك. كل ما عليك انك تضغط كليك يمين، تضغط على ريستور ويت ديسك ايمج خيار الثالث.
اضغط عليها واضغط على يس. الحين كل ما عليك انك تضغط على هذا الزر وتروح لمسار الملف الدي ام جي موجود على سطح المكتب. اوكي، ناس ما تشوفون هذا هو الدي ام جي. اذا ما ظهر لك الملف موجود هنا في سطح المكتب تضغط على هذا، اضغط على ال فايل راح تظهر جميع الملفات، واختار مباشره واضغط على اوبن. بعد ما تحدد ملف الدي ام جي اضغط على اوكي واضغط على يس. اوكي، انتظر كم من دقائق حتى يتم حرق النظام بالشكل الصحيح وبدون اخطاء ومشاكل. طبعا راح بوقف الفيديو، طبعا هذا العملية ياخذ من 10 دقائق الى نص ساعة على حسب حجم الملف وقوة جهازك. طبعا راح بوقف الفيديو او بسرع الفيديو لين ما يكمل وارجع لك. اوكي يا شباب، بعد ما يكتمل العملية حرق راح يعطيك هذا النافذة يقول لك complete، يعني تم انتهاء من حرق. اوكي، اضغط على اوكي، اضغط على اغلاق، خلاص. الحين لو تفتح بتحصل بهذا الشكل، شوفوا خلاص. الحين الفلاش تستخرجه من الكمبيوتر. اوكي، وتروح. اوكي، بعد ما حرقنا الماك او اس على الفلاش، الحين هذا الفلاش قابلة للاقلاع عن طريق ماك بوك اوكي او اي جهاز ماك. اوكي، راح نوصل عن الجهاز، راح نوصل الفلاش بالماك. الحين يا شباب لازم تدخل قائمة الإقلاع أو البوت مينيو. أوكي، طبعا طريقة الدخول في بوت مينيو وقائمة الإقلاع طبعا في بعض اللي تختلف من جهاز لآخر. بالنسبة لماك أنتل إنك تضغط على كوماند آر، كوماند آر باستمرار راح يدخلك في قائمة الإقلاع في أجهزة ماك أنتل. بالنسبة لبعض الأجهزة الماك إنك تضغط على أوبشنز باستمرار راح يدخلك في قائمة الإقلاع. أما بالنسبة لماك بوك إير، ماك بوك برو وباقي الماك مثل ماك إم 1 إم 2 إنك تضغط على زر الباور باستمرار، ناس ما تشوفون تضغط باستمرار راح يدخلك في قائمة الإقلاع باستمرار. راح تضغط باستمرار مثل ما تشوفون ضغطة مطولة يعني، أوكي، باستمرار حتى يدخلك في قائمة الإقلاع. من هناك راح يظهر الماك أو إس المثبت أو المحروق في الفلاش. أوكي، بعد ما يعطيك هذا الزر خلاص اتركها وراح تنتظر لين ما يعطيك الماك. شوفوا لاحظوا الحين راح يعطيني الماك مثل ما تشوفون، بوم خرافي، هذا هو الماك. الحين هذا الماك قابل للتثبيت، اضغط على اضغط على كليك واضغط على كونتينيو. الحين انتظر ثواني لين ما يتم الاقلاع وتثبيت الماك. اوكي، راح بيعطيك بهذا الشكل. لاحظوا راح اكبر مثل ما تشوفون. اوكي، راح اوضح الكاميرا شوي بس. شوفوا الحين تضغط على نيكست، تختار هذا بهذه الطريقه وتضغط على نيكست. بعد ما تضغط نيكس بيطلب منك رمز الماك السابق. اوكي، تسجيل دخول واضغط على انتر. مباشره راح يتم عمليه الدخول في عمليه التثبيت الماك. بهذه الطريقه تم حرق الفلاش على الهارد، الفلاش على الماك او اس على الفلاش. الحين اضغط على كونتينيو، مني اضغط على اجري، موافق على الشروط اضغط على اجري. اوكي، هني يقول لك مثلا تثبت اختار الهارد ديسك الجهاز او هذا الجهاز. اوكي، هني لازم تختار هذا ناس ما تشوفون هذا الهارد ديسك واضغط على كونتينيو. اضغط على كونتينيو مره ثانيه، حط الرمز مرة ثانية، اضغط على اوكي او انتر. اوكي، ناس ما تشوفون جاري عملية التثبيت. هنا يقول لك 30 يعني ساعة وخمس دقائق راح يتم تثبيت النظام. طبعا راح بسرع الفيديو لين ما يكتمل وارجع لك.
أوكي خلاص بهذا الطريقة تم إعادة تشغيل وتم تثبيت النظام الجديد اللي تم حرقها في الفلاش. بهذا الطريقة راح يعيد تشغيل الجهاز وراح يكمل مثل ما تشوفون، لاحظوا راح يكمل الحين. لازم تنتظر لما يكمل حتى تكمل باقي الخطوات. أوكي خلاص تم تثبيت النظام الجديد بهذا الطريقة. خلاص خلص مثل ما تشوفون، اضغط على حط رقم الباسورد الخاص بك وراح يتم تسجيل دخول، راح يكون كل شيء يرجع إلى وضع الأصلي. وبس يا شباب مثل ما تشوفون هذا هو النظام الجديد، تم حرقه على الفلاش من الويندوز وتم تثبيته والإقلاع فيها من الماك بوك بطريقة صحيحة وبدون أخطاء. مثل ما تشوفون الحين راح يسجل دخول، هني راح يعطيك مثلا بعض الأشياء اللي راح تضغط على سكيب، بعد الاشياء اللي راح تمعذن تحط الابل اي دي وغيره، اضغط على كونتينيو. اوكي مثل ما تشوفون راح يعطيك هذه الاشياء اللي راح لازم تتجاوزها، اني اضغط على كونتينيو. خلاص فتح الجهاز، مبروك عليك. شوفوا الحين لو تروح للشعار ابل تضغط على باوت ماك راح تظهر الماك بوك اير النظام. مثل ما تشوفون راح اكبر، بس راح اكبر الصورة، لاحظوا هذا هو ال هذا هو ماك او اس مثل ما تشوفون سونوما نفس ما تشوفون 14، تم تثبيت التحديث. وبس يا شباب هذا هو المقطع، إذا عجبك الفيديو وتم بعمل بنجاح وتم حل مشكلتك اضغط لايك للفيديو، اضغط لايك للفيديو. إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.